أيضا تقابلت مع أم مكلومة وأخت مكلومة ريتشارد مار، وكانت 37 عاما ولديها أطفال وتم اغتصابها، وأيضا تحاول أن تحافظ على نفسها. الوحش المسؤول عن ذلك من المهاجرين غير الشرعيين، والذي سمحت له الإدارة الأمريكية بالدخول. وأيضا عددا من عمليات الهجوم والتهديد حياة المواطنين للخطر في جميع أنحاء البلاد بسبب المهاجرين غير الشرعيين، مما أثر على الأمهات والعائلات. بالطبع هذا أمر شنيع. تقابلت كذلك مع عائلة رائعة مثل ريكن رالي، وشابة في 21 عاما كانت في الحرم الجامعي في جامعة جورجيا وقتلت، وأيضا حياة شخص أمريكي آخر أخذت بسبب مجرم من المهاجرين غير الشرعيين الذين سمحوا لهم بالدخول هذه الإدارة الأمريكية الحالية وتسببت في قتل الأمريكيين. الآن أعهدكم أن أحل هذه الأزمة. I will keep our sons سوف أحافظ على حياة أبناؤنا وبناتنا ونجلب الأمن في شوارعنا. سوف نستعيد الاستقرار داخل البلاد. أنا الرئيس الأوحد في الوقت الحديث التي لم أبدأ أي حرب، وأنتم رأيتم ذلك بعيونكم. دول لديها قادة أقوياء تعاني من المجاعة، وأيضا هناك الكثير من المخاطر. العالم أجمع ينفجر ويحتقن. أوربان من المجر رجل قوي للغاية، ذكر أنه لا يرغب في الحصول على لاجئين غير شرعيين، ولكن ذكر ما يحدث وتناولنا كل الأخطاء وتناولنا بعض الموضوعات الخاصة بكيف تتدخل الولايات المتحدة لحل الأزمات. لقد استخدم كلمة لا أستطيع استخدامها، فيكتور أوربان أكد أن روسيا خائفة منه، الصين خائفة منه، كل طرف خائف منه، لن يحدث شيء في العالم بدون إحلال السلم والأمن. العالم ينفجر من حولنا. كل هذه الأمور التي قرأت عنها وسمعت عنها سوف تحدث. تحت قيادة بوش روسيا غزت جورجيا، تحت رئاسة أوباما روسيا أخذت القرم، تحت الإدارة الحالية روسيا تلاحق أوكرانيا، وتحت الرئيس ترامب روسيا لم تأخذ أي شيء.